تخيل اني اعطيتك ضربة قوية على وجهك وهرب، ومن قوة الضربة نزل الدم من أنفك، ولأنك تبغى تنتقم لنفسك بدأت تطاردني. وبعد مطاردة استمرت 45 ثانية وقفت أنت فجأة عن الركض، وفي حالة من الذهول والتعجب بدأت تسأل نفسك: من فين جاء هذا الدم؟ إيش صار فيني؟ ليش نفسي مقطوع؟ هل كنت أركض؟ وليش كنت أركض؟ ليش أنا هنا أصلاً؟ مو مفروض أكون في غرفتي؟ وبعد 45 ثانية من التساؤلات تنسى كل التساؤلات اللي سألتها قبل شوي، وتنسى كل شيء حصل لك من شوي، وترجع وتدخل في حيرة جديدة من أمرك. أقوم أرجع أنا اللي ضربتك في المرة الأولى وتسببت في خروج الدم من أنفك وأسلم عليك، أنت ترد السلام طبيعي وتصافحني ومو داري مين أنا وكأنك أول مرة تشوفني. أقوم هذه المرة وأسرق محفظتك، وأثناء مطاردتك لي للمرة الثانية ترجع تنسى السبب اللي جالس تركض علشانه، وتبدأ تسأل نفسك نفس الأسئلة من جديد، وتظل عالق في هذه اللحظات المرعبة والمجنونة. حاجة مرعبة وغريبة صح؟ إذا ودك تعرف أكثر عن هالحالة الغريبة خليك معنا في فيديو اليوم، لأنها حصلت في واحد من أهم الأفلام اللي صدرت في الألفية. الفيديو ما راح يكون مراجعة أو تحليل بقدر ما هو محاولة لاستكشاف الحالة الغريبة هذه. وقبل ما نبدأ الفيديو يا جماعة أحب أذكركم بحساباتي على مواقع التواصل الاجتماعي، راح تلاقوها كلها في الوصف، كلها بنفس الاسم وجيه أوتو. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو لأنه كمان مرة مهم، ولو أنتم جديدين على القناة يسعدني دائما اشتراككم. يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعه؟ ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحه وعافيه. اذا كنت من الناس المهتمين بعالم السينما والتلفزيون فغالبا بتكون تابعت فيلم مومينتو للمخرج كريستوفر نولان اللي صدر عام 2000، واللي هو اصلا ثاني فيلم طويل يخرجه كريستوفر نولان في مسيرته، ويعتبر هذا الفيلم السبب الاهم في انفجار سمعته ووصوله للعالميه، وبنسولف عنه لاحقا في الفيديو. وسواء تابعت الفيلم او ما تابعته خليك معنا لانه ما راح احرق شيء، وأوعدكم راح تكون الحلقة مرة ممتعة، أو على الأقل راح أحمسك أنك تروح تتابع الفيلم لو ما تابعته، ويمكن أحمسك تتابعه مرة ثانية لو أنت تابعته قبل كذا. وعموما ما راح نسولف عن أحداث فيلم مومينتو بالتحديد، ولكن بنسولف عن الفكرة الأساسية للفيلم، أو عن الحالة المرضية اللي كان يعاني منها ليونارد وهو بطل هذاك الفيلم. والحالة اللي كان يعاني منها ليونارد اسمها انتروغريد أمنيجيا، أو فقدان الذاكرة التقدمي، أو متلازمة كورساكوف، واللي هي أحد أنواع فقدان الذاكرة التقدمي. الحالة هذه يعاني أصحابها من عدم القدرة على تسجيل أي ذكريات جديدة. كيف يعني يا وجيه؟ بعطيك مثال سريع علشان تفهم أكثر. نفترض أنك أصبت بهذه الحالة في العام 2000، ومرت 20 سنة وصرنا في العام 2020. لأنك مصاب بهذه الحالة ما راح تقدر تعرف أنه مرت 20 سنة. كيف؟ راح تتوقع أنك ما زلت في العام 2000، لأنه عقلك توقف عن تسجيل أي أحداث أو ذكريات جديدة، وبكذا أنت ما راح تقدر تتعلم أي شيء جديد، ولا راح تقدر تخلق او تصنع ذكريات جديدة. يا رجل ما راح تقدر تتابع فيلم، مستحيل تتابع فيلم كامل الا لو كان فيلم قصير مرة او اعلان على التلفزيون. بس لحظة، ترى انت تقدر تفتكر كل ذكرياتك اللي حصلت قبل عام 2000، او بالاحرى الذكريات اللي حصلت لك قبل ما تصاب بهذه الحالة المرضية. حاجة غريبة صح؟ عموما راح نفهم ونتكلم اكثر عن هالحالة الغريبة في القصة اللي بحكيها لكم، قصة من خارج الفيلم لا تخافوا، قلت لكم ما راح احرق عليكم الفيلم، خاف عليكم بس، لانه فهمنا لحالة ليونارد من فيلم مومينتو جزء مهم علشان ندرك القيمة الحقيقية للفيلم، ونعرف قد ايش الفيلم هذا كان جدا جدا عبقري. لكن هل الفيلم واقعي ام لا، هذه مسألة ثانية. عموما خلوني احكيكم القصة القصيرة هذه. قبل فترة كنت اقرأ كتاب اسمه الرجل الذي حسب زوجته قبعة، وترى فعلا في قصة حقيقية في الكتاب عن شخص كان يعاني من مشكلة في القدرة على تمييز الاشياء. توري المرسام يقولك هذه شجرة، توري الجوال يقولك هذه علبة سجاير، وفي موقف من المواقف مسك رأس زوجته كان يحسبه قبعة كذا، يبغى يشيل رأس زوجته ويلبسه، عنده مشكلة في القدرة على تمييز الأشياء. عموما الكتاب فيه قصص كثيرة وحقيقية لأشخاص مصابين بأمراض عصبية غريبة ونادرة إلى حد ما، واللي كتب الكتاب وروى القصص اللي فيه هو طبيب الأعصاب أوليفر ساكس، وكل القصص اللي داخل الكتاب هي لأشخاص كانوا يراجعون عنده في العيادة أو سبق وقام بتشخيص حالاتهم. فاللي سواه الدكتور أوليفر إنه بعد فترة طويلة من عمله كطبيب أعصاب قام وجمع أهم قصص الحالات الغريبة أو النادرة اللي
مرت عليه وكتبها ونشرها في هذا الكتاب. المهم يا جماعة الكتاب هذا ما هو موضوعنا، ولكن اللي بقوله لكم انه القصة اللي راح اقولها لكم حقيقية 100%، ما هو خيال علمي، ما هو ابتكار، ما هو فانتازيا، حاجة حقيقية وموجودة في العالم. القصة الثانية من الكتاب وبالتحديد القصة اللي تبدأ من الصفحة 39 كانت بعنوان البحار الضائع. بمجرد ما قرأت القصة على طول افتكرت فيلم مومنتو والحالة المرضية اللي يمر فيها بطل الفيلم. البحار الضائع كما سماه مؤلف الكتاب او جيمي او السيد جي، بس احنا في القصة بنقول له جيمي. جيمي يا جماعة شخص عمره 49 سنة ويعيش في دار للمسنين في مدينة نيويورك. جيمي يا جماعة توقفت ذاكرته عن تسجيل اي احداث جديدة في العام 1945. وقت ما حصلت له هذه الحالة او الوقت اللي اصيب بهذه الحالة المرضية كان عمره حوالي 19 سنة. وصل الدكتور أوليفر ساكس لدار المسنين اللي يعيش فيه جيمي عام 1975، كان الهدف انه يكشف على جيمي ويحاول يفهم ايش مشكلته لعله يلقى لها علاج. يقول الدكتور أوليفر انه الوصف اللي وصلني لحالة جيمي كان عبارة عن 4 كلمات: عاجز، خرف، تائه، مرتبك. يا لطيف، بالرغم من انها فقط 4 كلمات الا انها تخلي الواحد يقشعر ويحس بالخوف. المهم جلس معاه الدكتور أوليفر وبدأ ياخذ ويعطي معاه في الكلام، واكتشف ان الرجل جدا لطيف ومسالم وصحته جيدة ومظهره جميل ويعرف يهتم بنفسه ولا باين عليه اي اثار مرض، حتى ان عمره 49 ما يصنف كشخص مسن وعايش في دار مسنين. ولكن كلام الدكتور أوليفر تغير تماما بعد ما جلس مع جيمي جلسة مطولة. جلس الدكتور هو وجيمي وطلب منه انه يحكي عن نفسه. بدأ جيمي يتكلم عن ماضيه وطفولته والحي اللي كان ساكن فيه، بل انه رسم خريطة للحي بكل سهولة وبدون اي مشاكل. تكلم عن دراسته وعن الجامعة وعن اخوها الكبير والبنت اللي كان يحبها، وتكلم عن مشاركته في البحرية وعن اسماء غواصات وطائرات حربية وعن اصدقائه وزملائه في الطفولة وغيره. حياة مبكرة حافلة ما زال يفتكرها بالتفصيل التام. كان مفعم بالحياة جيمي وهو يحكي هذه الذكريات، وكأنه يتكلم عن شيء حدث قريب، ما كأن له أكثر من 30 سنة. ولكن اللي لاحظ الدكتور أوليفر إنه كان جيمي فجأة يسكت وينسى مين هذا الدكتور وينسى عن ايش كانوا يتكلمون اصلا، ويرجع الدكتور أوليفر يذكره ويقول له انا طبيبك وانا وانت جالسين نتكلم وسألتك كذا وكذا وانت جاوبتني كذا وكذا، ويرجع جيمي يكمل كلامه على هالحال. بعد مدة من الوقت الدكتور أوليفر يقول الوضع بدأ غريب جدا، الانسان فاكر حياته القديمة بالتفصيل التام، لكن فجأة ينسى كل شيء جديد تكلمنا فيه، ينسى انه حكاني وينسى مين انا اصلا. فيقول قررت اني اسوي له اختبار قد يكون قاسي بعض الشيء ولكنه جدير بالتجربة. يقول سألته كم عمرك، والصدمة ان جيمي اللي عمره 49 سنة رد وقال اتوقع 19 وقريب راح يصير عمري 20. وات؟ يقول الدكتور أوليفر جلست اناظر في وجهه المجعد والمسن والشيب اللي مالي شعره، وعلى طول انطلقت ورحت جبت مرايا وحطيتها قدام وجهه وقلت له طالع في المرايا وقل لي هل هذا شخص عمره 20 سنة؟ جيمي طالع في المرايا ووجهه فجأة صار شاحب وقام من على الكرسي في لحظة رعب وارتباك، وصار يردد ايش اللي قاعد يصير؟ قاعد تستهبل على راسي انت؟ مين هذا؟ وين انا؟ وكأنه دخل في حالة من الذعر والخوف. رد عليها الدكتور أوليفر وبدأ يهد من روعه وقال له انسى الموضوع، وبدأ يسحبه وداه عند الشباك او النافذة وقال له تعال خلينا نتفرج ونشوف الدنيا والشارع من الشباك. بدأت تتلاشى ملامح الخوف من على وجه جيمي بالتدريج، وحبة حبة رجع الوضع الطبيعي ونسي كل المحادثة اللي صارت، ونسي انه شاف وجهه في المرايا، ونسي مين هذا الدكتور اصلا، ورجع لوضع السبات اللي كان فيه. رجع 30 سنة ورا ونسي كل شيء حصل. جيمي يفتكر فقط شكله في المرايا لما كان عمره 20 سنة او 19 سنة. الشخص اللي يشوفه في المرايا حاليا هو شخص غريب ودخيل عليه ولا يعرف عنه اي شيء. جيمي يا جماعة ما يدري ان عمره الان تجاوز 40، علشان كذا كان وصف حالته خرف، تائه، عاجز، مرتبك. خرج الدكتور أوليفر من الغرفة ورجع له بعد دقيقتين، وتفاجأ لما رجع إن جيمي يعيد نفس الحوار معاه ولا كأنه يعرفه ولا كأنه شافه على الإطلاق قبل كذا. قال له ما عرفتني يا جيمي؟ جيمي قال لا، ومع شخص عنده لحية زي لحيتك، أنا متأكد إني كنت بعرفك لو شفتك قبل كذا. نسيه كليا في دقائق بسيطة، ما هي أول مرة ينساه، كل شوية قاعد ينساه أصلا. قال له الدكتور طيب تعرف أنت وين؟ قال جيمي أتوقع إني في مستشفى مع هذه الأسرة والمعاطف البيضاء من
حولي، ولكن هل أنا أشتغل هنا أو هل عندي مراجعة أو هل أنا مريض؟ ما أعرف صراحة. وبدأ يصاب بالذعر والخوف من جديد بسبب تساؤلاته عن مكانه الحالي وعن وضعه. يرجع الدكتور أوليفر يحاول يهديه من جديد إلين ينسى الفوضى اللي حصلت بسبب المحادثة، ويرجع جيمي بعدها 30 سنة إلى الوراء وينسى كل شيء من جديد. ممكن بناء على حالة جيمي تتوقعون إنه شخص معتوه أو مغفل، ولكن على العكس تماما يا جماعة، جيمي يتمتع بمعدل ذكاء جيد وأموره طيبة، ويقدر يحل المسائل الرياضية البسيطة بدون مشاكل، ويقدر يلعب الألعاب الخفيفة زي XO أو غيرها. بس الألعاب اللي تتطلب وقت طويل زي الشطرنج أو المسائل الرياضية اللي تحتاج وقت طويل ما يقدر يلعبها أو يحلها، لأنه في نص الحل أو اللعب ينسى هو إيش جالس يسوي أصلا. يعرف يستخدم الآلة الكاتبة، ويعرف يستخدم شفرة موريس، شفرة معقدة جدا، أموره طيبة لولا هذه الحالة. وفي اختبار ثاني من الدكتور أوليفر لجيمي، أخذ الدكتور الكرافتة أو ربطة العنق وساعته، وقال لجيمي هذولي إيش؟ قال جيمي ربطة عنق وساعة. قال الدكتور هيا احفظهم لأنه بخبيهم تحت قطعة القماش هذه وبرجع أسألك عنهم مرة ثانية. أوكي؟ جيمي قال أوكي. بعدها بشوي سأله الدكتور إيش في تحت القماشة هذه يا جيمي؟ رد جيمي وقال ما أعرف، ولا عندي فكرة أصلاً إنه فيه شيء تحتها، ولا عندي فكرة أصلاً إن أنت قلت لي احفظ إيش في تحتها. عاد الاختبار مرة ثانية الدكتور أوليفر، ولكن هذه المرة قال له أبغاك تكتبهم في ورقة وتحفظهم عن ظهر قلب لأني بسألك عنهم بعد شوي. وغطى الأغراض بقطعة القماش وكتب جيمي على الورقة ساعة وربطة عنق. بعد كم دقيقة سأله الدكتور هاي جيمي إيش في تحت القماشة؟ رد جيمي وقال ما أعرف. قال له أنا قلت لك تحفظهم لأني بسألك عنهم. قال جيمي متى قلت لي؟ قال له الدكتور طيب أنت كتبت الورقة هذه كيف نسيت؟ مسك جيمي الورقة وهو متفاجئ وقال إيه والله هذا خط يدي بس ما أدري متى كتبتها. الزبدة يا جماعة، الإنسان هذا ذكرياته توقفت في العام 1945، والقصة هذه حصلت في العام 1975، أي بعد حوالي 30 سنة. 30 سنة يا جماعة ذوبها النسيان تماما ولا لها أي أثر في حياة جيمي. تخيلوا إن جيمي لما يسألوه أخوك الكبير وين، يقول في كلية المحاسبين، بالرغم من إن أخوه الآن تزوج وعنده أحفاد وهو أصلا رجل كبير في السن وأكبر من جيمي زي ما قلت لكم. ولما يجي أخوه يقابله يصاب بحالة من الذعر والخوف لما يقولوا له هذا أخوك، يقول مستحيل تكون أنت أخويا، أخويا ما زال في الكلية، أنت مين؟ وضعه جدا صعب ومخيف، ولكم أن تتخيلوا الظروف أو المواقف اللي ممكن ينحط فيها هذا المسكين. وفي أحد الاقتباسات المؤثرة والمرعبة للدكتور أوليفر ساكس في وصف حالة جيمي يقول أي نوع من الحياة، أي نوع من العالم، وأي نوع من الذات يمكن أن يحفظ في رجل فقد الجزء الأكبر من ذاكرته وفقد بفقده ماضيه وصوابه. جيمي توقف عن تسجيل أي ذكريات جديدة منذ 30 سنة. جيمي عالق في ثواني معدودات، هو رجل بدون حاضر أو مستقبل، عالق في لحظة لا معنى لها تتغير باستمرار. إنه روح ضائعة، إنه رجل بلا جذور، أو لا وجود لجذوره سوى في الماضي البعيد. جيمي ببساطة فقد نفسه، ميت حاضرا ومستقبلا، حي فقط في الماضي، وانتهت القصة. طبعا هذه القصة بالمختصر، لو أحكي لكم بالتفاصيل بيصير الفيديو مدة ساعة يمكن، لأن القصة تقع في حوالي 25 صفحة. أدري خرجت عقولكم سامحوني، ولكن كان لابد أن أشارك معكم هذه القصة. طيب نيجي لعلاقة القصة هذه، قصة البحارة الضائع أو جيمي، بفيلم مومينتو أو تذكار اللي صدر عام 2000. أتوقع صارت واضحة العلاقة الحين ولا لا؟ عموما في هذا الفيلم ليونارد اللي هو بطل الفيلم يعاني من حالة مشابهة لحالة جيمي، بس الفرق بينه وبين جيمي إن جيمي حصلت له هذه الحالة بسبب كثرة تعاطي أو شرب الكحوليات، وكثرة شرب الكحوليات تسببت له في نقص مادة الثيامين في الدماغ واللي على إثرها أصيب بهذه الحالة المرضية الغريبة. أما ليونارد حصلت له حادثة في بداية الفيلم تسببت له في فقد الذاكرة التقدمي وعدم القدرة على خلق ذكريات جديدة، يعني كل شيء يحصل له بعد هذيك الحادثة ينساه تماما بشكل دوري. الفكرة ممكن تقول حاجة غريبة وممكن بيكون فيلم ما له أي معنى، ولكن لأن الفيلم من كتابة الأخوين نولان وإخراج كريستوفر نولان، كان لابد من وجود لمسة درامية فنية سينمائية غامضة ومثيرة. في هذا الفيلم يحاول ليونارد أنه يبتكر طريقة بحيث يقدر يفتكر الأشياء المهمة ويقدر يمضي قدما في حياته ويقدر يعيش المستقبل أو الحاضر، ويحاول يكتشف مين اللي تسبب له بهذه الحالة وتفاصيل ثانية.
الثانية. التحليل المنطقي والعلمي للفيلم انه مفروض ان ليونارد ما يقدر يفتكر شيء، وحتى لو انه حاول يذكر نفسه سواء بكتابة ملاحظات او صور او غيره، لانه غالبا ما راح يقدر يفتكر شيء هو اصلا ما هو موجود في عقله، بل انه مفروض ما يكون على علم بالحالة اللي يعاني منها اصلا. الزبدة يا جماعة، الفيلم هذا جدا عبقري بشكل ما اقدر اوصفه، لا من ناحية القصة او السيناريو او حتى طريقة سرد الفيلم. وبغض النظر عن واقعية الفيلم من عدمها، نولان قدر انه يخلي الفيلم مقنع وممتع بشكل جدا رهيب. الفيلم يعرض خطين زمنيين بطريقة جدا مبتكرة وذكية، وجزء من الفيلم بالاسود والابيض والجزء الثاني بالالوان، وراح تعرفون السبب لما تتابعون الفيلم، او بتكونوا عارفين السبب لو تابعته. طول الفيلم بتلقى نفسك في حيرة غريبة من امرك، وبتلقى نفسك تسأل نفسك وتجاوب على اسئلتك بنفسك. يمكن تساؤلاتك تكون في محلها، ويمكن انت في وادي والفيلم في وادي. وبشكل عام ما اوعدكم تفهموا الفيلم 100%، بس اللي انا متأكد منه انه بيكون حاجة مرة مختلفة وتجربة جديدة بالنسبة لكم. ارجوك عزيزي المتابع، عزيزتي المتابعة، اذا ما تابعتم الفيلم تابعوا، وتخيلوا بس انه هذا ثاني فيلم طويل للمخرج كريستوفر نولان، وقدر انه يبهر النقاد والجمهور ومعظم رواد الفن السابع بهذا العمل البسيط انتاجيا، المعقد تحريرا وكتابة واخراجا. ولعلمكم وظيفة مخرج ما هي سهلة ابدا، فكرة انك تكون ممثل وتلفت الانظار لك اسهل بكثير من انك تكون مخرج وتقدر تلفت الانظار لك من ثاني فيلم تسويه. نولان مخرج عبقري وكاتب غير اعتيادي، وراح يظل اسمه مخلد الى نهاية هذه الصناعة. بعد كذا لما يجيك احد ويقول لك انه نولان مخرج منفوخ، ارمي هذا الفيلم وجهه، ولا لا ترمي في وجهه، يعني وري هذا الفيلم وقول له والله المنفوخ راسك. اذا المنفوخ اللي تقول عنه هذه بدايته في الاخراج، ده احلى نفخة في الحياة، وانا مستعد انفخه اكثر واكثر واطير به للمريخ. جدير بالذكر يا جماعة الخير ان نولان حاليا شغال على فيلم جديد اسمه برضو مومنتو، لكن هل هو جزء ثاني ام اعادة انتاج، متى بيكون الفيلم برضو غير محدد. المعلومة الوحيدة متوفرة على موقع IMDB، وهو الموقع اللي اثق فيه بلا روتين توميتو بلا بطيخ، ان الفيلم قادم مستقبلا وقصته بتكون مبنية على نفس قصة الفيلم الاول. والاكيد انه العالم كله بيكون متحمس لهذا الفيلم، واللي غالبا راح يكون تحفة سينمائية جديدة تضاف لاعمال هذا المخرج الكبير، لان المخرج كريستوفر نولان يتعامل مع افلامه كارث وليس كاداة تجيب فلوس فقط زي اصدقائنا هذوليك. الى هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، شاركوني ارائكم في هذا الفيلم لو تابعتوه، واذا عندكم افلام مشابهه يعني او اشياء كذا فعلا تحس انها عبقريه وخارجه عن المألوف برضو شاركوها معنا. كان معكم الوجيه، اشوفكم في الفيديو القادم.